ربنا كرمنا النهارده بالمجهود والتعب وقرينا فرقه الزمالك قراءه جيده الكابتن سراج والكابتن زكريا، وكنا عارفين كل نقاط القوه والضعف. والحمد لله انا بشكر مصطفى شوبير واحمد طارق ومحمد اشرف والحراس اللي لعبوا معايا واتمرنوا معايا السنه دي وتعبوا معايا وعملوا موسم كويس الحمد لله. احنا اقل فرقه داخل فيها اهداف، هم 7 اهداف، والحمد لله النهارده بنلعب مباراه القمه مع نادي محترم نادي الزمالك وقدرنا نتغلب عليه في البطوله الخاصه بين الاهلي والزمالك. وبشكر اللعيبه على الاداء وعلى المجهود، بشكر مصطفى شوبير على كل اللي انا كلمته في المباراه الحمد لله اداه وربنا يكرم ان شاء الله، وباذن الله يبقى خير للفريق الاول هو واحمد طارق. الاثنين الحمد لله بيتمرنوا بقوه والاثنين ماشيين بخطه ثابته وربنا يوفقهم باذن الله. وبشكر اللعيبه كلها والف الف مبروك للجهاز والدكتور عمرو ابو الملك. احنا تعبنا وربنا كان جهودنا بالنجاح. انا بشكر اداره النادي الاهلي كلها وبشكر كل الجهاز بتاعنا. الحمد لله احنا تعبنا وربنا كان جهودنا بالنجاح. وحقيقي انا مش عايز اقول الموسم فعلا كان شاق جدا، لكن انا نرجي كل شيء الى الله سبحانه وتعالى، ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. وبشكر كل جميع القائمين وبشكر قطاع الناشئين دكتور عمرو كابتن سراج كل الجهاز اللي معايا انا بشكرهم ان هم كانوا متعاونين معايا جدا جدا، انا بشكرهم كل الناس اللي بشكرها شكرا جزيلا. ده مجهود قطاع كامل بقياده الدكتور عمرو ابو المجد والكابتن خالد جد الله. يعني احنا بصراحه يعني ما اقولكش احنا تعبنا الموسم ده جامد، وانت يمكن كنت موجود معانا دقيقه بدقيقه وساعه بساعه وبيوم بيوم في الشغل اللي احنا كنا بنعمله. بصراحه الحمد لله يعني ده فضل من عند الله سبحانه وتعالى، انجاز ما بعده انجاز. الحمد لله ده كله فضل لربنا الاول، وبعد كده ارجع للكابتن احمد سراج والجهاز الفني كله، عشان كلهم كانوا واقفين جنبنا وكلهم كانوا محفزيننا، حتى في اصعب الاوقات الكابتن احمد سراج كان بيسندنا. والحمد لله يعني على البطوله وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. الحمد لله طبعا في الاول وفي الاخر احنا بعد طبعا فضل ربنا. أنا اي حته اقولها وكل مره هقولها اللعيبه دي لعيبه رجاله، كلنا تعبنا وكلنا تعهدنا من اول يوم ان احنا هنجيب البطوله دي للنادي الاهلي، وفعلا وعدنا واوفينا. طبعا بعد فضل من ربنا وفضل من اللعيبه دي وفضل من الجهاز الفني ما بخلش علينا بحاجه، عملنا فتره كويسه جدا، عملنا كل اللي قدرنا علشان نجيب البطوله، وفعلا ده اللي حصل للنادي الحمد لله. الحمد لله طبعا الحمد لله بشكر ربنا واشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني وبشكر كابتن عمرو مساندنا في كل وقت. الحمد لله احنا تعبنا كتير السنه ديت والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر بالبطوله الحمد لله.